دكتور حاتم. دكتور حاتم ممكن تفتح لي؟ مين؟ أنا سارة. إيه دكتور حاتم، أنت تعبان؟ لا. أمال مالك في إيه؟ حد ضايقك ولا حاجة؟ دكتور خالد رشدي أستاذي ماله؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده مات إزاي؟ مات في حادثة وما لحقتش أودعه. معلش معلش، طب هدي نفسك عشان خاطري. خلاص. عبد الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الرومانسيه دي كلها؟ وكمان قافلين على نفسيكوا الاوضه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد الرحيم؟ واضح اني جيت في وقت غير مناسب. ما يصحش الكلام ده يا عبد الرحيم، دكتور حاتم يبقى زميلي مش اكتر. ما انا شفته معاكي قبل كده، الظاهر انكم بترتاحوا سوا قوي. لا يا استاذ عبد الرحيم، حضرتك فاهم الموضوع. انت تكتم خالص، ما اسمعش حسك واصل. اتفضل يا هانم، حسابي معاكي في البيت. اتفضلي. ما يصحش تكلمني بالطريقه دي على فكره. هو انت لسه شفتي حاجه؟ امشي قدام احسن لك، بدل ما هخلي المستشفى كلها تتفرج عليكي. اتفضل يلا. يا استاذ عبد الرحيم اديني فرصه اشرح لك المساله، مش زي ما انت فاهم. اسمع ياض، انت لو ما بعدتش عن مرضي مش هرحمك، ودي اخر مره هتكلم فيها معاك بلساني، فاهم؟ لو سمحت يا استاذ عبد الرحيم، انا مش عايز اكون السبب في اني عامل مشكله ما بينكم. يا ارجوك اسمعني اسمعني بس ارجوك. خلاص يا دكتور حاتم، انا جاي معاك يا عبد الرحيم. اتفضلي يا هنا. اتفضلي يلا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.